صباح الخير. المقطع الثالث اللي راح اروح فيه من بريطانيا الى مويدي في 1 باوند بس، عشان كذا قمت من النوم تروشت اخذ ترويشه لي في البيت وفرشت اسناني والحين انا هنا. ولكن قبل لا نبدا نبي نسترجع في اول مقطع ثاني مقطع وش سوينا. في اول مقطع بدينا بدايه حلوه وانتهينا بنهايه مو حلوه، والسبب اني شريت كرتون مويه واكتشفت ان هنا ما حد يشتري ماء خاصه اذا كان بواحد باوند. وفي المقطع الثاني اكتشفنا ان الوظائف هنا هي اللي بتدر علي الفلوس، فعشان كذا راح ادور وظيفه وبحاول اني اتوظف اي وظيفه هنا ممكن اني اتوظفها، وفي الغالب ما يوظفونك الا العرب. عشان كذا خلونا ننطلق، ليتس جو. اول وظيفه اول محل ان شاء الله نلقى فيه وظيفه. هلو، يا اي ونت تو اسك يو اف يو هاف ا جوب. وي دونت هاف اني جوبز ات ذا مومنت فرايز. اوكي ثانك يو. اول محل ما فيه وظيفه. هلو، هاي برو، دو يو هاف جوب فور مي؟ نو. وي دونت. اوكي ثانك يو. ثاني وظيفة ما في. ثاني محل. هاي اكسكيوز مي، اي ونت تو اسك يو اف يو هاف ا جوب فور مي، دو يو هاف جوب؟ اي هافنت جوت اني جوب فيكنسيز ات ذا مومنت. ام اف وي ديد ات وود بي ا. يا سوري دارلينج، ذيرز نو فيلمينج ان هير. اوكي ثانك يو. ثالث وظيفة ما لقيت. اي اسك يو اف يو هاف ا جوب فور مي. A job? Yeah. Just bring your CV. هذه اعرفها الحركة ذي اللي جاب السي في، اعرفها زين والله اني يسحب علي. رابع وظيفة ما فيه. الكاميرا مان عيال راح يدرس فبيكون الكام معي، فبنبدا نبحث عن وظيفة. Do you have job for me? Job. Yeah. Where from? I'm from Saudi Arabia. احكي عربي. اه تتكلم عربي. حلو. طيب عندك وظيفة لي؟ وظيفة. اي وظيفة؟ اي شغلة؟ اي شيء؟ انا قاعد تدري ايش قاعد اسوي؟ في 1 باوند قاعد احاول اني اوصل الى السعودية، وقاعد ادور وظيفة. كنت اشتغلت حلاق الحمد لله، والان اذا في وظيفة يمديني اشتغل فيها تكون كويسة لي. طيب توكل على الله. عندك نعتمد. اوكي اول وظيفه حصلناها. حلو. طيب ايش بتكون شغلتي؟ عادي تطلع معي في الكام؟ تفضل. يلا حلو. الاسم ابراهيم. ابراهيم النعي حبيبي. 100 ولا خلاص بشتغل عندك ان شاء الله. وش ممكن اني اشتغل كبدايه؟ بسم الله. شو ممكن تشتغل؟ طيب انا ممكن بس انزل شنطتي، في عندك مكان انزل فيه شنطتي؟ بس ننزل الشنطه ونجيكم. وش اول شغله بنشتغلها؟ نعبي كود. حلو يلا بسم الله. اول وظيفه ان شاء الله بقعد، اول شغله اني ارتب الفشار كزي بتلاحظون اتوقع هنا في ناقص، لازم نعبيه. لازم نعبيه. لازم فاضي مو حلو. ايوه لازم يكون معبى كله فول. بسم الله يا عيال بنبدا ترتيب الفشارات، هذه اول مهمه لي ان شاء الله موجوده هنا، ترتيب فشارات بعدين محاسبه بعدين ننتهي من الوظيفه. خلونا نرتب. بسم الله هذا اول فشار، وين مكانه؟ اتوقع هذا هنا مكانه. عندنا اثنين، عندنا الفشار الازرق، نحط كذا واحد بعد فوق. مظبوط خلصنا منه. هذا قفلنا منه، حط الصندوق هنا. ثاني بسم الله، هذا وين؟ هذا هنا صح؟ هذا تقريبا حبتين، هذا وهذا بعد برضو حبتين، هذا بعد خلصنا منه صح؟ الله الشغل يا عيال. طيب بسم الله، هذا وين نلقاه؟ هذا وين نلقاه؟ انا ما ادري وين نلقاه. ايوه هذا هنا بالضبط، جت زي ما هي. عطني عطني عنك عنك، انا اليوم انا اللي بشتغل هنا. هذه صح؟ حلو. هذا اللي كلهم فل؟ حط واحد هناك كويفر. وين؟ هنا؟ حطه فوق. حلو. اللي بعده. عندنا هذا وعندنا هذا. ليز تقريبا كامل صح؟ فوق واحد هنا خلاص تقريبا، وهذا؟ هذا جاينك فل. فل؟ خلاص. هذا خلصنا منه. والله يا اخي الشغل يا اخي تحس فيه طاقة، تحس فيه حركة. هذا خلصنا منه. كل شيء مفتوح. حلو. باقي لنا الليز هذا. الشغل يا عيال الشغل، تحس كذا في طاقه في احساس. يا اخي لا تجلس في البيت، جلوسك في البيت ترى ما يفيدك، لازم تشتغل. هذا هو صح؟ في سكين في شيء؟ سكين ولا بدون؟ لا هذا هي اللي هي خاصه كذا صح؟ تعال على المكتب. امسكها هاي، حط صبعين. حلو. بس لا ما يحتاج اي سكين. هلا هذا هذا 18.5. اها فيها تواريخ صح نسيت. وهذا 18.5 نفس الديت. حلو عارفك. يعني نعبي. اذا غير ديت تقلب عشان تمشي الديت. خليه قدام. ايوه اي هذه الحركه اعرفها دي، دائما في المحلات ترى ياخذ اخر واحد. باقي واحد بس. ايوه هذا خلصنا منه، قولوا له باي باي. هني خلصنا التبعيه مبدئيا. حلو التبعيه خلصنا منها. نعمل فيسنج اب. اللي تاريخ لا توجيه. اوكي حلو خلاص يعني توجيه توجه للبضاعة يعني هيك. عندي عندي عندي. ايوه خلها عندي ما عليك. بشوف عندك هذا بعد. انت بلش اونلاين لاين مشان ما يفوتك الاواخر. اي خلاص نمشي اول شيء بالترتيب الاول. هذا شوف اغني كامل. ايوه ما شاء الله يا اخي. هذا لحاله، هذا ما ظل منه، خلينا نحطه قدام. هذا مرتب. هذا بدنا بوكس في عندك؟
ايه نرتبه. اذا ما فيها خلاص هذا كم باقي حبه يعني احض حبتين المحظوظ اللي بياخذهم. الحين وش الحركه اللي قلنا اللي تعلمناها؟ الله هذه ما صارت تو فينجر هذه صار. طيب وين هذا هو صح؟ بسم الله. ايوه هاي نشوف الديت. اه صح نسيت والله ذكرتني. هذا 20/4 20/4 وين هذا؟ إيه هذا كلهم نفس التاريخ. خلنا نعبيه خلنا نحاسب اول زبون لنا. اول زبون هذا اللي اوكي هذا صح؟ اخذت انا في من هاي خذ الثاني. ايوه هذا حسبته؟ لا هذا اوكي اوكي خلاص كاش او كارد بليز. اوكي كم الحساب عندي؟ 7 2 8 7 2 8 اوكي ثانك يو ثانك يو خلاص نسوي له انتل فيزا فيزا. نكست كاستمر الله يا اخي والله شغال صح. 1 8 5 اوكي ثانك يو طق طق اللي بعده. لا على شغلك بدي اقلي لك الساعه. حبيبي الله يسلمك والله مبدئيا يعني كم تعطيني الصراحه من 10 كشغل وذا؟ والله كشغل تستاهل اول نص ساعه ترى اول مره 9 من 10 حلو والله راضي انا ترى هذه اول مره قاعد اشتغل. هذا وين؟ احطه احس صح؟ وين سكان؟ اي اوكي طيب كاش او كارد؟ كاش بليز. اوكي 329 اوكي ثانك يو ثانك يو والله شغال صح واللي ما يقول ماني شغال ترى والله اني شغال واللي ما مشترك اشترك. بما انك يوتيوبر ايوه انت لازم تكون تعرف بالوصلات والكابلات ايه مفهوم على حسب اطلع اعطيك وصلات وكابلات تعبي حقت سماعات و يعني عبي الانسنس كمان مثلا ولا هذا ايش هذا المفهوم ها هذا العود صادق بس العود تبعنا والله نايس طيب اوكي ما ادري هذا هذا ايش ذا هذا هيك اسمه ناغ تشامبا هاي لا تنزل اوكي ناخذ هذا خذ هذا يلا نروح هون هنا ايوه طيب شوف شو اللي عندك ايوه حلو هذا ما هذا ما احتاجه طيب هذا تقريبا ناخذ منه واحد او ناخذ نقول 3 احس 3 ينفع كلهم نفس الوضع ايوه بالله ايش رايك فيني ابراهيم ها شغال ولا لا؟ والله ما شاء الله عليك يعني انا في الشغل تراي يعني قل كلمه لمودي ان شاء الله اني جاي وان شاء الله اني جاي كمودي حبه حبه ستيب باي ستيب وانا عندك يعني شوفوا وانا قاعد اخلص وازين الاغراض شوفوا ايش صار تشوفون ترى برد ثلج يا ساتر يا اخي اجواء وانت اشتغلت طلعت شوف البرد والله شعور حلو والله شعور صراحه كذا ترى خلصت شغلي الحين رتبنا الاغراض اطلع اتفرج كذا على الاجواء ذي طيب انا بس بحاسب صارت لي المونستر من زمان ما شربت مونستر من زمان ما اخذنا لنا بيض فهذا بيض بعد ومويه اح طاحت اوكي خليني احاسب وجهي كيف تحاسب عن نفسك بسم الله تاخذ المونستر هذه ترى اكثر كلمه تقهرني وين ما يجي عندك ترى هذا يعيون علي يقول عمرك اقل 15 هنا ما يجي اوكي حلو نايس طيب عندنا هذا اوكي وعندنا المويه كم هذا حسابي فيه؟ هذول 4 pounds 64 4 pounds 64 احنا عندنا كاش بما انك ستاف ايوه مو ستاف هون شغال الا شغال هنا يطلع لك 50% صاحبي صاحبي لانك ستاف اه حلو شلون؟ فبناخذ نص هذا بيطلع لك 225 يوتيوب You guys doing YouTube now, eh? Yeah. Oh, may I say hello? Yeah, you can say hello. This is very the best. You wanna say hello? Hi. Thank you. Good best. Drivers free ever. كم بيطلع حساب؟ 225 ايوه تماما مضبوطة؟ آه والله هذا هو؟ والله يا اخي حلو والله والله ديسكاونت حلو 50% والله مرة حلو
ما استف انت؟ والله استف استف ياخذ 50 بوست والله حلو. فالشغل هنا ترى مره كويس. ويلكم تو برايتون. اي والله صح ترى ما قصر ابراهيم سوالي شاهي الله يعطيك الف عافيه يا حبيبي. جاي بلوشي والله طعم البلاش حلو والله. فخلونا ناكل بسم الله. شوف شوف من جاني من جاني بنص الشغل. ايش تبغى؟ وش اغراضك؟ ايش اللي في احد ياخذ منستر وحالي تستهبل؟ حسبت مرتين؟ اي لا خلاص زيت عليك 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 حسبت انتين؟ لا لا ما عليك ايش دعوه؟ كم حساب؟ 10 مون؟ هي بصرك هذا وينه؟ اي هذا هو. وش اللي ما عرف؟ لا ماشي عذرني. كم حسابك؟ 2 كاش ولا اول شيء كاش ولا كارت؟ كارد. كارد اوكي. 2 1 اسف. لا كم 2 2 8 4 حاسب اخونا المسلم. بس والله ذوقك ترى مره مو زين ما عجبني. انا يا حبيبي ابراهيم انتهيت من شغلي ها؟ خلصنا؟ حلو خلصنا من شغلنا. المعنى الراتب الراتب حق اليوم. اصبر اصبر لا يا اخي انا ذي ابراهيم تكفى راتبي راتبي حق اليوم. لا 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 انا صراحه احتاج راتب. انا ما تدري السكر خلص اليوم عندي. والله السكر خلص. 40 باوند الله يرفع قدرك يا حبيبي ابراهيم. 40 باوند يا اخي الميزانيه الميزانيه الحمد لله تعدلت اللهم لك الحمد. خلينا بس نحط الفلوس نضمن فلوسنا. اسم نواف. نواف ايوه باوند توقيع عشان بس ان هذا كشف الراتب. ايوه يعطيك العافيه يا حبيبي ابراهيم. باقي اغراضنا بس مويتنا المنستر باقي بس اخذ اغراضي. يلا يا حبيبي ابراهيم شكرا لك ويعطيك العافيه. موفق. اول شيء شكرا على الراتب المرتفع يعطيك الف عافيه عليه. ثاني شيء شكرا على التجربه الحلوه اللي صدق استفدت منها والله يا عيال تجربه مره حلوه وان شاء الله اني نقلتها وجربتوها بشكل او شفتوها بشكل مره حلو في موقع للمح صح تعرف شيء كذا قريب من المكان كويس الويت هاوس. ويت هاوس قدام الويت هاوس صح؟ قدام الويت روس 92 ويستر ويت روس اسم البقاله بريمير شوب. بريمير شوب ابى اصورها لكم من برا. يعطيك العافيه يا حبيبي ابراهيم. شكرا لك يا حبيبي فمن الله. موفق. تجربة حلوة. تحديث يا عيال التحديث هو أول شيء عن الميزانية عندنا 75 باوند ميزانية مرة حلوة وزي ما قلت لكم اكتشفت أن الوظائف هنا هي الفائدة لو أني داري كان اشتغلت من أول وما اشتغلت بلما لكن يعني قرصة وتعلمنا منها. وبما أن ما عندي سكن يا عيال قررت أني أشتري لي خيمة وأروح لندن وأقعد هناك لأن هناك بلقى وظائف أكثر فعشان كذا خلونا ننطلق ونشتري الخيمة وإن شاء الله ما تصير غالية إن شاء الله. Let's go. قررت أني أبحث في جوجل واكتشفت أن هذا أرخص مكان تشتري من عنده الخيمة فدخلت وانصدمت من الأسعار ولكن هذه خيمة حلو هذه خيمة كم سعرها؟ في واحدة 129 وفي واحدة 29 أو تقريبا 30 باوند فتوقع أن هذه هي أرخص واحدة لأن هذه فيها أبيض فهذاك فيها أبيض فتوقع هذه هي الرخيصة نقدر نقول يس أخذت أول بيت لي اللهم لك الحمد. نروح نحاسب تعال تعال نحاسب أول خيمة قصدي مو أول خيمة أول بيت. Excuse me can I ask you it's a camping tent. آه أوكي good. طيب طلعت خيمة بسم الله زي ما تشوفون 30 باوند الله يخسر. طيب I wanna buy with excuse me can I buy with cash. آه really but I have cash. طيب يا عيال 30 باوند بعطيها مصور بياخذها وهو بيحاسب عني. Let's go. يلا بسم الله حاسب عنا لأن أعطيناها الكاش من هنا يلا Let's go. وبكذا اقدر اقول اني امتلكت اول بيت لي في حياتي. طيب يا عيال الحين خلاص بدا تغرب الشمس فما ادري وش الحل لازم ندور لنا مكان نخيم فيه فلازم ندور لنا مكان زي ما قلنا نخيم فيه ولا ادري وين اخيم ففي الغالب بدور لي مكان قريب من البيت عندنا عشان لحتت شيء ولا شيء ما تصير فيه مشاكل يعني لو جاء احد يمديني اكلم الروميت اللي لي قبل. خلونا ننطلق البيت واخيرا يا عيال وصلت الى مكان بيتي تقريبا السكن مو بعيد من هنا قريب فعشان كذا لو صار اي شيء ولا شيء يمديني اكلم يزيد. مستعدين تشوفون وين انا ساكن او وين راح انصب بيتي ان شاء الله. تعالوا شوف المكان ما تقول افضل من الفيو ذا الصراحه يعني فان شاء الله بنصب خيمتي هنا هنا حولكم حواليك. بسم الله يا عيال خلونا ننطلق وننصب خيمتنا. ليتس جو. بسم الله يا عيال اول خيمه ان شاء الله لي واول بيت هذا المكان ان شاء الله يعجبكم. حمام بالله ارضنا بيتنا ان شاء الله هنا بسم الله. هذا الخيط مهم والله القروشة والله جيجي يا عيال والله صعبة اقول تدري شلون شكلها يا الله حسن الخاتمة شكلها كذا والله والله ما اعرف والله واخيرا سويت الخيمة يعني خيمة
بسم الله خلونا نحط اول اغراضنا. بسم الله ننزل الشوز. دائما اي بيت تنزل فيه الشوز الله يكرمكم. ويلا ولد والله شوف او نوت باد يعني والله ترى حلو والله الصدق ترى من داخل عطني خلني اوريهم ترى شوفها مزح والله حلو صح انه ازعاج بس انه لا باس والله حلو وزاد الشمس بتغيب والوقت تاخر يعني انا ترى من النوع اللي انام بدري فخلونا ننام وعدنا بكره وزي ما تشوفون هنا عيال الحاله يرثى لها فقعدت افكر واقلب راسي ليه ما استخدم المساعده فانا الحين مجمع 45 باوند فما ودي اخسرها لاني اذا استخدمت المساعده راح يكون المساعده دي عندي في السالب ولازم اني اسدد في اقرب وقت وعشان كذا قررت اني اتصل على 3 اشخاص واختار واحد منهم يمديني اتصل على مودي واخليه يساعدني ولكن مودي يعرف في السلسله فما راح يساعدني ويمديني ادق على بدران ولكن بدران في الكويت ولو بكلمه الحواله بتطول وانا احتاجها بكره عشان احجز الطياره وعندي فيوار هو اقرب واحد ممكن اني اكلمه واخليه يساعدني في السعوديه ويمديه يحوله لي ويحجز لي طيارتي في اقرب وقت لاني انا الصدق محتاج طياره عشان ارجع للسعوديه لان هنا المعيشه مره متعبه العيال قررت اني استخدم المساعده مساعده صعب انك تستخدمها لانها بتغير من موازين السفره والرحله كامله لاني انا اذا استخدمت المساعده المبلغ اللي قدامكم راح يتصفر بس انا الحمد لله اوريدي اصلا حاجز تذكره روحتي لندن واخيرا الحمد لله شرينا التذكره اللي بتودينا الى لندن وقيمتها تقريبا 18 باوند طلع يا او ماي جاد اي لاف يو ثانك يو هاي مورنينج جايز اي ثينك يو ان ذس فيديو توداي ليت ات واتس يور نيم توك تو هيم سي جيف مي لايك جيف مي لايك يا يا ثانك يو رو طيب خلينا نخصم 19 باوند و40 بنس وهوا يعني ما ادري كيف بنا والله ما ادري كيف بنا فشكلي بقرر اني استخدم المساعده واخلي احد يحجز لي طياره للرياض استخدمها واكون قريب من مودي ونكمل الرحله هناك سوا فما لقيت الا ان شاء الله اني اكلم فيوار وان شاء الله اني يدي وان شاء الله انه يرد علي طبعا يا قررت اني اتصل على فيوار وان شاء الله انه يرد علينا فبسم الله ما ادري تسمعون بس ما رد تكفى فيوار لي مكالمه واحده تكفى رد فيوار مكالمه واحده لا تروح تكفى تكفى رد ايوه رد الو اسامه مرحبا يا شيخ كيف الحال اخبارك والله الحمد لله علومه طيب ان شاء الله والله ما اتوقع شيء ولد شوف انا بشرح لك كل شيء انت ما تعرف شيء زين وانا بشرح لك كل التفاصيل انا الان في خيمه في نص بريطانيا ما عندي سكن اوكي والله بخيمه جالس اقسم بالله والهوا لعب فيني انا قاعد اشتغل عشان اجيب قيمه طيارتي معي وعندي مساعده اني يمديني اتسلف من شخص مبلغ ولكن بيتصفر عندي المبلغ فقلت ما فيها الا انت اتسلف منك قيمه طياره وتحجز لي طياره ولازم اني اوصل الى مودي ومودي في الرياض تمام انت تبغى الله يسلمك تطلع من بريطانيا وتجي للرياض صح حلو عشان اوصل لمودي هذه السلسله عندي ايوه فانا احتاج منك انك تحجز لي قيمه طياره الى الرياض وانا بشتغل وبجيب لك المبلغ لانه اصلا بيكون عندي في السالب فلازم اسددك فادور لي بالله تذكره رخيصه وانا عملك الوحيد اي والله ترى لو ايه لو تقفل ترى ما يمدي حتى اتصل على احد لان هي مساعده واحده بس يا ولد تبغى تجي للرياض صح هذا اللي عرفت انا تبغى تجي من بريطانيا للرياض تبغى طياره ابي طياره من هنا الى الرياض بس لا اله الا الله اقول ابد جيتك الطياره ولكن حلو اوه وش الشرط ان شاء الله اني اقدر عليه ان شاء الله بارد مبرد انت كذا اسمعني ان شاء الله اني اقدر على الشرط ان شاء الله والله العظيم اسمعني والله العظيم تجيك فلوس الطياره هذا الشيء الاول ولكن الثاني شرطي وش هو بس اني اقدر عليه ترى شوف تجي المودي اي إيه تقدر عليه دامك تبغى تجي المودي حلو ما راح اخليك تنزل في الرياض يا حبيبي لا تكفى استمتع عليك انا استمتع وانا اشوفك تعاني تكفى والله قاعد عالي الحين خيمه انا بخيمه تدري اي اي لا لا المعاناه في السعوديه تختلف عن المعاناه برا تكفى وين طب وين بتوديني؟ انزل القصيم بعدين تجي للرياض يا رجل تكفى هذا انا امرك الوحيد والله انها انت ما عندي الا انت خلاص تم اي الحين والله العظيم بحول لك الفلوس ولكن ما تنزل الرياض تنزل القصيم الله لا يهينك بعد تجي من القصيم للرياض ايه هو والله انه صعب تكفى بس ايه اعتمد لاني اصلا لو تشوف المعاناه اللي انا فيها الحين والله انت ارحمني ايه تدري اني في خيمه وخيمه صغيره وانا طويل وسقاني طالع برا الخيمه وحالتي حاله بس خلاص والله اعتمد خلاص بالله تكفى احجز زين دن والله دن ارسل لي جوازك والله حنجيك يا عمري خلاص ابد يا حبيبي يا شيخ خلاص ابد شكرا لك يا حبيبي حجزنا التذكرة يا عيال خلاص راح اترك بريطانيا والغث اللي فيها والخيمة الخرا بس
بس بيني وبينكم لازم انام ليله هنا، لان اكيد بيحجز لي بكره، ما راح يحجز لي الحين لان خلاص جاء الليل. يقول لي ارسل لي جوازك فبرسل له. فعيال انا في هذه الخيمه اللي بتكون بس ليله واحده، اللهم لك الحمد. صباح الخير يا عيال. كذا فجاه قمت على صوت كلب واحس اني نايم وواصل، واذان الفجر الحين ما نمت الا نص ساعه تقريبا. فخلونا نطلع الان بوريكم الجواب الليل بس كيف. زي ما تشوفون يا عيال هذه خيمتي وهذا المكان، وفي اعمال هنا، فشكلي بكره بقوم الصبح على صوت العمال والناس اللي تشتغل. فمكاني مره غلط، لكن عاد نمت وخلاص ونصبت خيمتي، فخلاص هذه بتكون هنا خيمتي. فبرجع وانام صح. يوم قمت لقيت فيور مرسل لي التذكره، بتكون بلندن ان شاء الله، والحمد لله حاجز التذكره اوريدي. فبنطلق لندن وبنطير، بس الله ييسرها. حرفيا برد، اشناطي عند الروميت اللي لي، قلت اخليها عندك لين اضبط اموري، فباجي بكره ان شاء الله وباخذ اغراض. فخلوني انام بعد ان شاء الله بكره. بكره صباح الخير. امس النوم ما كان مره كويس، والسبب بصوت البحر وصوت الهواء، ولكن خلونا نفرج اسناننا ونتمغط. اقدر اقول الحين صباح الخير. بس عيال ايش رايكم بالخيمه؟ والله ترى يعني مهما يكون انه يلعب فيه الهواء، بس مجرد انك تقوم على المنظر هذا ترى يعني شيء مره حلو. فالحين في خبر مره حلو ان خيمتنا في واحد شراها، واللي هو الروميت. قال لي انت بتمشي خيمتك وش بتسوي فيها؟ قلت والله ما ادري، خلاص اعطني اياها وانا باخذها منك. فبعتها له ب 25 باوند، فنحط هنا اول 25 باوند بعد التصفيره. خلونا نرتبها له. خلصنا من ترتيب الخيمه، وهنا هذه شفتوا هذه؟ ترى هي اللي كانت قبل شويه الكبيره. بسم الله، هذه اول بيعه لنا. ليتس جو. طيب يا عيال انا وصلت للسكن وباخذ شناطي لاني تاركهم مع الروميت اللي لي، ومنها اعطيه ذا واخذ الفلوس. تحديث تحديث، اليوم هي طيارتي ان شاء الله الى السعوديه، وتحديدا الى القصيم. تعبنا اليوم صح، ان تعبنا بس برضه مو مشكله، لان وشو انا جاي كيبودي. ان شاء الله اني بوصل، ان شاء الله ان التحدي بيكون سهل. حاله احسان، لا تقصرون معها يا عيال. نبي نقفلها، بيكون رابطها تحت في الديسكريبشن. انا واثق فيكم، وان شاء الله كلنا فينا خير، وان شاء الله انكم ما تقصرون، وان شاء الله نبي ندعم، وانا اول الناس اللي بيدعمون. والشيء الثاني يا عيال اللي هو المشتركين، ان شاء الله اول ما اوصل للسعوديه راح اشوف مجموع المشتركين في المقطع الاول والثاني والثالث، وان شاء الله اني احصل مبلغ مره حلو. ونذكركم كل 1000 مشترك فيها 10 ريال، فعشان كذا جوعي كمودي. منتج اذا ما حطيت عليها ادت بيطلع شكلي غبي، فاذا ما حطيت عليها ادت حط على هذه. يلا جوع يا كمودي. مختصر التحدي القادم يا عيال هو اني اوصل الى السعوديه، وما عندي اي فكره كيف اني راح اوصل للسعوديه وش راح اسوي هناك، ولكن راح اعطيكم اختصار للرحله. هو اول شيء اني حولت فلوس اللي كانت عندي 25 باوند، اعطاني 100 ريال، ف 100 ريال مره شيء كويس. وبعدها دخلت لاونج عن طريق بطاقه سفر بلس، واخذت الاكل هناك مجانا، فالامور الى الان بلوشي، وكان الاكل مره لذيذ. واخر شيء اللي كسر ظهري هو التاكسي، اخذ 50 ريال. بس يا عيال ان شاء الله انكم استمتعتم، وترقبوا الفلوق الجاي يوم السبت بيكون اول تحدي. واشتركوا يا عيال، خلونا نوصل اكبر عدد مشتركين عشان نقدر نجيب فلوس، فتكفون اشتركوا. بس في امان الله. عيال الشريه يقولون انه قدام، خلونا نركب. والله صدق متحمس، تركب تعال. هذا السكن يا عيال، ترى مرسل لي يقول لي افتح الباب وادخل على طول. ايوه هذا هو ادين. بسم الله ان شاء الله انه حلو. يا ساتر.